يعد إنتاج التقاوي من أحد أبرز مشروعات تنمية الريف المصري، وعودة مكانة مصر كمصدر رئيسي لإنتاج التقاوي والبذور مع الأخذ في الاعتبار العمل على تنمية المنتج وفق قواعد الهندسة الوراثية مما يزيد الإنتاج. للمزيد ينضم إلينا على الهواء مباشرة الزميل محمد عبد الصبور مراسل أخبار مصر من محافظة الفيوم. محمد مرحبا بك، حدثنا إذن عن أهم الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتنمية إنتاج التقاوي. تحياتي لك يا زميلي خالد، تحياتي لمشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان، من هنا من داخل محطة غربلة كفور النيل بالفيوم. وللعلم محطات الغربلة واحدة من أهم المراحل التي يتم الاعتماد عليها قبل عملية اعتماد لأصناف والتقاوي المختلفة للمحاصيل الاستراتيجية التي يعتمد عليها المزارعين، وده طبعا تماشيا مع سياسة وزارة الزراعة في دعم المزارع المصري بأفضل أنواع التقاوي والأصناف وأكثرها إنتاجية وأكثرها مقاومة للأمراض والحشرات. خليني أقترب من الصورة أكثر، معي الدكتور وليد أبو العينين وهو مدير عام محطات الغربلة التابع للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي على مستوى الجمهورية، ليكلمنا أكثر ونحن داخل هذه المحطة. هناك العديد من المحاصيل الاستراتيجية هنا في محافظة الفيوم، في مقدمتها القمح، في مقدمتها الفول، وأيضا محصول البصل. ماذا يتم داخل هذه المحطة التي تعرف بمحطة الغربلة حتى نقرب الصورة أكثر للمشاهدين؟ وده طبعا بيأتي في إطار دعم وزارة الزراعة للمزارع المصري. أهلا وسهلا بحضرتك في المحطة. احنا حضرتك هنا بنغرب المحاصيل الاستراتيجيه، احنا اللي عندنا 14 محطه على مستوى الجمهوريه، بنغرب حوالي 14 محصول بيشملوا حوالي 72 صنف، طبعا اهمهم القمح والذره والفول والبصل والشعير والارز. يمكن محطه كفور النيل هنا احنا بنغرب الاصناف قمح مصر 3، عندنا 614، عندنا الفول باصنافه 843 وسخه واحد، عندنا الحبه السوداء. احنا الحمد لله رب العالمين بنستقبل كميات كبيره وبتخرج من عندنا تقاوي معتمده، تقاوي عالية النقاوة، تقاوي مميزة، تقاوي أي فلاح يقبل عليها أو يشتري منها أي حاجة إن شاء الله تديله المردود اللي هو عايزه بنفس المواصفات اللي منتجة من مركز البحوث الزراعية. تمام. يمكن أيضا دكتور خلينا نتكلم عن نطمن المزارعين فيما يخص المحصول الشتوي. أنا عارف أنتم بتشتغلوا من دلوقتي على توفير كل أنواع التقاوي والأصناف المتعلقة بالمحصول الشتوي، في مقدمتها طبعا الفول البلدي والقمح. كلمنا عن العمل شغال إزاي، وأنا عارف أنكم بتشتغلوا على مدار الساعة. يعني إحنا الحمد لله السنة دي يمكن استقبلنا كمية كبيرة جدا من الخام، خاصة القمح حوالي 140 ألف طن. عندنا إحنا دلوقتي 19/8، إحنا عندنا دلوقتي في تقاوي قمح جاهزة للبيع للمزارع بكميات تفوق احتياجاته. يمكن لو اي كميه هو عايزها احنا موجوده عندنا من جميع الاصناف، سواء حسب الساسه الصنفيه، سواء البحر الوجه البحري او الوجه الابلي، وبالتالي كل الاصناف اللي هو محتاجها عندنا متواجده. اشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا. شكرا. يمكن الصوره واضحه، كل ما يتعلق بالمحاصيل الشتويه فيما يخص التقاوي متاح الان امام المزارعين على مستوى كافه المحافظات، لان الوزاره في النهايه سياستها توفير منتج يتمتع بدرجه نقاء ودرجه امان عاليه جدا وايضا بسعر مناسب للمزارع المصري. نعم، شكرا جزيلا لك الزميل محمد عبد الصبور من الفيوم، وشكرا لضيفك الكريم.